ليلة حزينة شهدتها كربلاء كليلة الوحشة، حدادا على أرواح شهداء التظاهرات الذين سقطوا وهم يطالبون بوطن يحفظ كرامتهم. فذي قار التي نزفت وناشدت، والنجف التي استقبلت، وكربلاء التي حزنت. والخلود على شهدائنا الأبرار وعلى كل دم سالت على هذه أرض هذا البلد. نعزي اخواننا بالناصريه من كربلاء الحبيبه الى اخواننا بالناصريه وبالنجف. نعزي العراق ونعزي اخوتنا بالناصريه وبالنجف على شهداء الناصريه، وان شاء الله باقين احنا ونستمر بهاي الثوره. نعزي انفسنا وكافه اخواننا من محافظه النجف وذي قار باستشهاد كوكبه من الشهداء الثائرين الذين خرجوا من اجل الاصلاح. اليوم نعتبر كل انسان شريف وثائر خرج من أجل إصلاحهم قادتنا. المتظاهرون والأمهات الصابرات أكدوا استمرارهم بالاحتجاجات حتى استعادة الوطن، ولا وجود لمفاوض أو قائد لهذه الثورة البيضاء غير الشهداء أنفسهم. ومن يريد التفاوض فليذهب إلى مقابرهم، لكن ماذا سيقول لهم؟ هم قدوتنا، ومن يريد التفاوض مع الشعب فليذهب الى المقابر، مقابر الشهداء هم القاده لنا. بس يروح يراضي ابني بترابه، يروح يقول له انا اسف وانا اعتذر، وهذا دمك بين ايدي وارضى علي، ومن اصعد الوجه الله الكريم مثل ما صعدت بقماش ابيض اريد الله يرضى علي. واعتقدوا بذات الله ما حد يرضى عليكم نهائيا. لا احنا نمشي على الارض ولا شبابنا زفيناهم للقاع. رغم اعلان عدة شخصيات في الحكومة نية استقالتها، الا ان المحتجين مستمرون باحتجاجاتهم كونهم لم يخرجوا من اجل تغيير الوجوه باخرى، والحاكم واحد. الاحزاب. من كربلاء وليد الصالحي، التغيير.